في الحقيقة وردت إلينا العديد من التساؤلات والعديد من الإشكاليات من اللجان العلمية والمتخصصين والمهتمين يتساءلون حول هذه الظاهرة، لأنها تفاقمت في السنوات الأخيرة في ظل الانقسامات السياسية وفي ظل غياب قوانين الدولة وفي ظل تعطيل القوانين. وهذه الظاهرة رأينا نحن كمهتمين إنها تمس أولا تمس كيان المرأة الليبية وأبنائها من الأجنبي، لأن القوانين الليبية لا تمنح للمرأة الليبية الجنسية، فلازالت هذه التشريعات تحت الدراسة. ولهذا سلطنا الضوء على معالجة هذه الظاهرة لوجود حلول مناسبة لحفظ كرامة المرأة الليبية وصون حقوقها وحقوق أبنائها في حال جوازها من أجنبي. وأيضا الإشكالية الأكبر والأخطر أن أغلب الليبيات متزوجات من أجانب، هم متزوجات من ناحية الشرعية لا لبس في ذلك، ولكن جواز غير قانوني، لأن القانون الليبي نظم الزواج الليبيات من الأجانب، ليس إنقاصا من حقهم ولكن حفاظا على حقوقهم وحفاظا على كرامتهم وحفاظا على حقوق أبنائهم، لأن العديد من الليبيات الآن سقطوا في فخ النصب والاحتيال من بعض الأجانب الذين تزوجوا من الليبيات وانجبوا أطفال، والآن الأطفال بدون هوية لأنهم لا يحملون أي جنسية، لأن الأب اختفى والزوجة ليس لها الحق أن تمنح لأبنائها الجنسية. حاولنا في محاور هذه الندوة أن نسلط الضوء على هذه الإشكالية لوجود حلول ناجحة وحلول مناسبة لحل هذه الإشكالية. شكرا.